الشاب خالد حازم من أهالي الحلة يعمل سائق منشأة تعرض لحادث سير من قبل سائق إيراني، وتم نقله على أثر ذلك إلى العمليات في مستشفى الزهراء في الكوت مركز محافظة وسط. بعد إكمال العملية وعودة حازم إلى الحلة في محافظة بابل، تدهورت حالته الصحية ودخل إلى المستشفى الجمهوري، وعند الفحص وجدوا في الأشعة مقص العمليات لا يزال في بطنه بعد نسيانه عند إجراء العملية في مستشفى الزهراء التعليمي. هذه الصور التي سنشاهدها مع حضراتكم لهذا المواطن المفجوع بسبب خطأ طبي أثناء رقوده في المستشفى الجمهوري بمحافظة بابل. هذه صورة الأشعة. نعتذر طبعا عن الصورة والمشهد، لكن المأساة يجب أن تعرض والحقائق يجب أن تكشف كذلك لمن لا يعلم أو لم يعلم بوجودها. مقص العمليات الذي يستخدم في إجراء هذه العملية أو الذي يستخدم في إجراء هذه العملية تم نسيانه في بطن المريض. لكم أن تتخيلوا الوضع.